ضمن سلسلة لقاءاته مع المسؤولين بمختلف القطاعات الحيوية، رئيس الوزراء الانتقالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزبو عقد هذه المرة اجتماع عمل مع مختلف مسؤولي قطاع الصحة العامة. اجتماع حضره أيضا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم. خلال هذا الاجتماع تعرف رئيس الوزراء وبالشرح المفصل والمستميت الذي قدمه الأمين العام بوزارة الصحة العامة والوقاية دبسو جيداوسو، حيث تعرف من خلال هذا الأرض الرقمي على عدد من الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة العامة. كما تعرف أيضا رئيس الوزراء مختلف المشكلات والصعوبات التي تعيق قطاع الصحة العامة. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أوضح لرئيس الوزراء بأن وزارته قد وضعت أهدافا محددة بهدف تطوير هذا القطاع، وتتمثل هذه الأهداف في وضع استراتيجية فعالة من أجل الوقاية من الكوارث الصحية وكذا الأوبئة، كما أن هناك استراتيجية تتعلق بتحسين الإدارة الصحية وتوفير العلاج النوعي مع وضع اهتمام خاص بصحة الأم والطفل، وأيضا توفير التغطية الصحية الشاملة التي تعد هدفا من أهداف حكومة الوحدة الوطنية، خطوة أشاد عليها رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزبو. كما جدد رئيس الوزراء التزامه على ضرورة تحسين قطاع الصحة عبر توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ابتعاث الأطباء في القرى والأماكن البعيدة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين الذين هم في حاجة ماسة ولهم الحق في تلقي العلاجات عند الضرورة، والتي تعتبر أيضا ضمن أولويات المرحلة. مراقبة الأغذية وكذا الأدوية غير المرخصة والعيادات التي لا تتمتأ بمواصفات صحية لازمة يجب أن تكون هدفا من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، يقول رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كبزبو.